سيادة النائب حازم، خليني أتكلم مع حضرتك كمان عن أهم الملفات، أهم الأولويات التي ستكون على رأس أجندة مجلس الشيوخ. الحقيقة إحنا كنا مجهزين حزمة من الأمور اللي هي ذات الأولوية، اللي كنا حاسين إن هي ذات أولوية. والحقيقة بعد ما لقينا إن الحوار الوطني اتسعت لجانه حطينا الأمور دي on hold شوية. ليه؟ علشان مش عايزين نطرح حاجة قلنا ما نطلعش برا الجمع الوطني، ننتظر. فأعتقد إن إحنا حيبدأ نشاطنا هنأجله شوية من أكتوبر إلى ديسمبر. ليه؟ علشان ما نبتديش نحط حاجة وتعبر عن رؤية اللي هي رؤية حزب الشعب الجمهوري منفردة. إحنا عندنا مجال سيسبق هذا الأمر وهو مجال الحوار الوطني، هنطرح أو حطناها في البرنامج بتاعنا رؤيتنا في الأولويات اللي هي تحتاج إلى تعديلات تشريعية لصالح الوطن من وجهة نظرنا، ولا نختزل الحقيقة فيما نقدمه، ولكن إحنا طبعا بنجتهد وبنقدمه. وبعد كده قلنا بقى نشوف الجمع الوطني هيوصل لإيه ونعمل عملية تعديل أو تبديل وتوافيق. وخصوصا إن إحنا كان أنا كنت حاضر لما سيادة الرئيس دعا إلى الحوار الوطني يوم 26 إبريل الماضي، فكنا نظن أنه سيكون حوارا سياسيا فقط. فكان ما حدث أنه هو لأنه توسع قوي، دخل على الملفات الاقتصادية، دخل على الملفات الاجتماعية. صحيح. فالحاجات دي كلها إحنا كنا محضرين بعض الأمور، كان لنا بعض الأمور اللي إحنا نرى أن إحنا يعني يجب أن نتحرك فيها في الملفات الاقتصادية، وأيضا وبالذات على رأسها كان حاجات تخص السياسات النقدية، وأيضا حاجات تخص الاستثمار ونوعيات الاستثمار اللي هي لها الأولوية اللي تحتاجها مصر، بحيث أن هندي بعض المغريات بالذات في القطاعات اللي مصر تحتاجها، وهو الاستثمار الزراعي والاستثمار الصناعي والاتصالات، استثمار في مجال الاتصالات. دول تأكيد أكتر ثلاث قطاعات الدولة تحتاجها في الفترة الحالية. كان في حاجات طبعا المحليات، احنا شايفين انه هو اتأخر قوي برضو، قانون المحليات مهم، ولكن برضو فوجئنا ان في لجنة اتشكلت مخصوص للمحليات في الحوار الوطني، فبالتالي برضو ما كنا نريد ان نطرحه برضو حطناه on hold شوية لغاية ما نشوف المخرجات بتاعة الحوار الوطني ايه ونبتدي نظبط هذه الأمور.